السلام سيثمر فعلا، لأن الحقيقة أيها الأحباب أن الأقوال هذه هي التي تثمر الأفعال. كان الفيلسوف الروسي الشهير كارل ماركس يقول: نحن عبيد الكلمة، أي أن الكلمة هي التي تصيغ عقلياتنا، أن الكلمة هي التي تصيغ أفكارنا، أن الكلمة هي التي تصيغ مجتمعاتنا. نحن عبيد الكلمة، بمعنى أن الكلمة إذا وقعت تداعى لها الفعل، أن الكلمة إذا قالها الإنسان استجرت الفكرة، استجرت الوعي، كان الوعي تابعا لها، كان الوعي مساندا لها، كان الوعي حافا بها. لذا مباشرة بعد أن يقول الإنسان الكلمة، بعد أن يطلق الكلمة، تبدأ الآن تنفعل الأفعال. لهذا أيها الحباب، لما أقول السلام 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 فعلا متفشيا، سيبدأ السلام يفشو في مجتمعاتنا كفعل، كحقيقة موضوعية، كشيء نلمسه في واقعنا، لكن نحتاج أن تفشو هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر قضية عجيبة جدا في قضية أن صلاح المجتمعات، أن رقي المجتمعات، أن ارتفاع مرتبة المجتمعات تعود إلى قضية السلام. أخرج الإمام أحمد في الأدب المفرد بسند حسن حديثا، وقفت طويلا مع هذا الحديث وتعجبت منه، وفي بداية الأمر لم أفهمه، لكن حاولت أن ألج إلى أغواره، حاولت أن أبقره حتى أصل إلى جوفه، حاولت أن أتأمله كثيرا حتى فهمته. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم تعلو. معشر المسلمين أيها الأحباب الأكارم، سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا أفشيتم السلام بينكم وصار السلام متفشيا ستعلو. كيف سنعلو؟ ما علاقة علونا بالسلام؟ أيها الأحباب، لا تقوم المجتمعات إلا بالسلام، ولا يمكن الأفراد أن يخدم بعضهم بعضا، ولا أن يضحي بعضهم لأجل بعض، ولا أن يبذل قصارى جهده إلا إذا شعر أن هناك سلام أورث محبة تداعت وتجلت من هذه المحبة تضحية في الأفراد. أفشوا السلام بينكم تعلو. أنريد من مجتمعاتنا أن تعلو؟ نريد من بلداننا، نريد من أوطاننا أن تكون عالية اقتصاديا، أمنيا، سياسيا، ثقافيا، تعليميا، أسريا، اجتماعيا، نريد منها أن تعلو. أفشوا السلام، أفشوا السلام. الأب إذا دخل البيت أول كلمة يسمعها من في البيت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنغمة جميلة وإيقاع لطيف. الأم أول ما تدخل على أولادها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاب يدخل على البيت على أبيه وأمه وإخوانه وأخواته: السلام عليكم. الأخت تدخل البيت: السلام عليكم. عودوا البيت أن يصير كأنه خلية نحل بالسلام لا بالعض. عودوا أبنائكم إذا خرجوا أن يسلموا على من حواليهم. أفشوا السلام تعلو. وهذا يجرنا إلى حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح: ما حسدتكم اليهود على شيء. اليهود ما حسدتكم معشر المسلمين من أيام النبوة والرسالة إلى يومنا هذا، ما حسدتكم اليهود على شيء إلا على خصلتين: التأمين في الصلاة، التأمين في الدعاء، قولنا آمين أي استجب يا الله. طيب الأمر الثاني، الخصلة الثانية، السلام. اليهود حسدوا مجتمع المسلمين على السلام لأنهم رأوا بأم أعينهم كيف أن هذه الكلمات لها وقع السحر في القلوب، كيف أن هذه الكلمات التي كان المسلمون فيما بينهم يقولونها في مجتمع المدينة: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، تعمل عمل السحر في القلوب، يحب بعضهم بعضا، يفدي بعضهم بعضا، تؤلف بين أفرادهم. حسدت اليهود المسلمين على نعمة السلام، ود اليهود لو أن هذه الكلمة فيما بينهم. حبابي في الله، الكلمة هذه طوعوا أيدينا،
اليهود حسدونا عليها، لماذا نتركها؟ لماذا نستبدل بها صباح الخير ومساء الخير وجود مورنينج والألفاظ التي لا عيب فيها، لا حرمة فيها، ولكن السلام أعظم، السلام أهم. أريد أن أبشركم بشيء أهم من ذلك. إذا كان الواحد منا صاحب سلام في الدنيا، بمعنى السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، من بدايات بشارات الحق سبحانه وتعالى لهذا الشخص، لهذا الإنسان، لهذا الرجل، لهذه المرأة، لك أخي، لك أختي، أنه عند الموت، عند الموت تأتي الملائكة وتلقي التحية والسلام على هذا الذي كان يعتاد. أنت في الدنيا تعتاد السلام عليكم، ولها في قلبك وقع جميل. إذا جاءت ساعة الموت ستسمع الملائكة أول كلمة تقولها لك ولك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستلتذ حينها لأنك كنت في حياتك الدنيا ملتذا بها، ستلتذ حينها لأنك في الدنيا كنت ممارسا لها. ثم إذا أكرمنا الله وإياكم ودخلنا إلى الجنة، تعلمون الملائكة ماذا يصنعون؟ والملائكة يدخلون عليه من كل باب، الملائكة تدخل علينا، ماذا يقولون؟ سلام، سلام عليكم، الملائكة ستسلم علينا. لكن كلما سلمت علينا الملائكة في الجنة ودخلت علينا، السلام عليكم، تعود من الذاكرة. نعم، نحن كنا في الدنيا أهل سلام، نحن كنا في الدنيا نسلم على بعضنا البعض، نحن كنا في الدنيا أرباب سلام. سلموا حتى إذا قالت لكم الملائكة في الجنة سلام عليكم، استبشرتم أنكم من أهلها في الدنيا. دع الدنيا ودع الملائكة ودع الجنة ودع الألفاظ وارقى إلى أعلى مقام. إذا كان أهل الجنة في الجنة وهم في نعيم مخلد أبد، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأحدنا، أسأل الله أن أكون أنا وأنتم من أهل الجنة، في سريره، في مملكته، في نعيمه، في نعيم دائم في تلك اللحظة وهو جالس، تسقط ورقة فيفتح العبد تلك الورقة فيجد فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من الرب الجليل الله إلى عبده فلان، السلام عليك ورحمتي وبركاتي. وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: سلام قولا من الرب الرحيم. تريد أن تسمع السلام من ربك يوم القيامة؟ تريد أن يسلم عليك الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ تريد أن تنزل عليك تلك الورقة فتغشاك من السكينة والمحبة والرحمة؟ ما حالك مع السلام في دار الدنيا؟ ما حالك مع السلام مع البيت، في العمل، في الباص، في الشارع، في الدكان؟ كيف أنت مع هذه الكلمة البسيطة التي تورثك نعيما أبديا ولذة ربانية رحمانية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحافظ عليها. ولكن قبل أن أختم الكلام، ألا تلاحظون أن الإسلام علمنا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولم يقل لنا السلام عليك؟ أنا إذا لقيت أخي المسلم لماذا لا أقول له السلام عليك؟ لماذا أقول لأخي المسلم وهو لوحده السلام عليكم؟ الميم في اللغة العربية كانت العرب تعتاد أن تضيفها للتعظيم، فإذا خاطبت أمراءها وملوكها وزعماءها وعظماءها قالت لهم السلام عليكم. فلما جاء الإسلام علمنا جميعا أن يقول كل واحد منا لكل واحد منا السلام عليكم. من أنا؟ من نحن؟ أنت أي أخي المسلم، أنت أخي المسلم، أنت أخي المسلمة، أنت في نظري أمة، فلا أقول لك إلا السلام عليكم. لكن أنا لا أكتفي بالسلام، أنا في أثناء السلام، لأنك أخي، لأنك أختي، لأنك مسلم، لأنك مني، لأنك تنتمي إلي، أقول السلام عليكم ورحمة الله عليك إن شاء الله. أنا أرجو لك السلام من كل آفة، وأرجو الله أن يصب عليك رحمة، ليس هنا فقط،
سلمت من الآفات، صب الله عليك الرحمات وبركاته. كل مسلم إذا لقي أخاه المسلم تعرفون ماذا يقول له؟ السلام عليكم، أي أنت مسالم، أنت سليم من جهتي، وأسأل الله أن يسلمك، وأسأل الله لك الرحمة، وأسأل الله لك البركة. لماذا؟ حتى إذا عاش الواحد منا على هذه الحال بدأت المحبة. الآن سنفهم ما معنى ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. تخيلوا أحبتي في الله أن كل واحد منا إذا سلم على إخوانه المسلمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو يفهم معاني هذه الكلمات الثلاث. ألن تنشأ محبة المسلم فيما بينه البين؟ بلى، بدأت بالسلام وأختم بالسلام، لكن أنا أريد أن أسلم عليكم بهذا الشعور، شعور أني أدعو لكم، شعور أنها خطاب الملائكة، شعور أني أرجو أن أسمعها من ربي يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السلام وأرباب السلام وأصحاب السلام، وأن يعم السلام الكون كله مع كمال اللطف والعافية ورغد العيش. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.